اقوله اهي هنا صن داونز احنا عدينا بس مش هي دي البطوله. ما حقيقي النادي الاهلي لا يحتفل بمباراه احنا خلصنا دي كانت عقبه في طريق البطوله لكن مش عايزين نستنفذ طاقتنا وفرحتنا خالص. النادي الاهلي لا يفرح الا بالكاس لا يفرح الا بالتتويج ان شاء الله. النادي الاهلي دايما مكانه هو منصه التتويج اي شيء غير كده مش مكان النادي الاهلي. هي هو ده اللي انا عايز اوصله هي دي الرساله اللي انا عايز اوصلها. شايف تصريحات اللعيبه طبعا فرحه حقهم ان هم يفرحوا لانهم كان الرد سريع جدا ما بين نفس الدور كمان نفس الدور ونفس الشكل ونفس الملعب ونفس الملعب نفس الأجواء. ونفس الظروف ونفس الاجواء يعتبر في لعيبه برضو عاصرت المباراه اللي فاتت المعظم على فكره معظم. فانت بتتكلم طبعا حقك انك تفرح لكن خلاص خلصت الامور انتهت عندك دوري وعند دوري مهم بغض النظر اي حد ممكن يصدر ليك فكره ان الدوري مش مهم لا لسه او الدوري انتهى لا لسه الدوري ما انتهاش او الدوري ضعيف ده دايما بقوله لو بصيت على بيراميدز اللي وصل نص نهائي الكونفدراليه المصري لسه خارج من دور الثمانيه النادي الاهلي وصل نص نهائي افريقيا النادي الزمالك وصل نهائي افريقيا بتتكلم في الاسماعيلي في البطوله العربيه فانت بتتكلم في خمس فرق واصلين مراحل متقدمه في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها وتلاقي ناس بتصدر لك فكره تقول لك الاصل الدوري ضعيف لا النادي الاهلي اللي قوي فرق كبير جدا ما بين الاثنين دوري مش ضعيف عدد لك خمس فرق انت واحد منهم وكسب وبتكسب الفرق دي كلها في الدوري المحلي وبفرق بنقاط كبيره وبتكسبهم فما تخليش حد يصدر لك فكره انت او جماهيرك او لعيبتك انك بتكسب او بتعمل النتائج دي في الدوري لضعف المنافسين لا ده لترتيباتك واعدادك وقوتك انت اللي بد انك الناس لازم تعترف بيها.